السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار الزراعية. رجعنا لكم فيديو جديد من ضمن سلسلة كيف نسمد النبات، واليوم الفيديو كتير هام، بنصحكم أنكم تشوفوه لنهايته لأنه رح يتكلم عن الفرق ما بين الأسمدة الكيميائية والأسمدة العضوية، وخاصة بالنسبة لمربين النباتات المنزلية. كتير من الناس بتروح تشتري نبات من المشتل وبتشتري معه أسمدة كيميائية غالية بدون ما تعرف لشو لازمت هاي الأسمدة، وبتحط هاي الأسمدة بشكل عشوائي، وممكن هذا الشيء يؤدي لموت النبات. وأيضا في ناس بتحط السماد العضوي بطريقة خاطئة بتؤدي كمان لموت النبات. لهيك هذا الفيديو كتير هام، بنصحك أنك تشوفه لنهايته. قبل ما نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا أنه ندعي لإخواننا بغزة أنه رب العالمين ينصر على القوم الظالمين ويدعو جرحاهم ويرحم شهداءهم، وإن شاء الله النصر قريب. لا تملوا من المقاطعة ولا تملوا أنكم تدعوا لهم بهذا الشهر الفضيل أنه رب العالمين يفرج كربهم. ولا تنسوا أنكم تحطوا لنا لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس، واللي بيحب يشترك كعضو داعم بيقدم محتوى مادي للقناة لتطوير التصوير والمحتوى، أيضا بصير معنا شريك بالثواب والأجر إن شاء الله، لأنه هذا من العلم اللي ينتفع فيه يشترك كعضو بالقناة. ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، خلينا نبلش بالفيديو. بداية اذا بدنا نقارن ما بين السمادين لازم نعرف مكونات كل سماد. عندنا اولا السماد العضوي، كلياتنا بنعرف انه السماد العضوي مكون من المخلفات العضوية او البقايا العضوية، سواء كانت بقايا ابقار او اغنام او ماعز او دواجن، وايضا بينضاف للسماد العضوي الكومبوست النباتي والكومبوست الحيواني. طبعا احنا تكلمنا قبل هالمرة عن كيفية تحويل مخلفات المطبخ او قشور الفواكه والخضروات والمناديل لكومبوست قابل على انك تستمد فيه نباتك. راح اترك لك رابط الفيديو، راح يطلع لك هون، او راح اترك لك اياه تحت بصندوق الوصف. راح اترك لك كمان عده فيديوهات راح تستفيد منها. هذا الكومبوست مع البقايا اللي ذكرناها هي عباره عن السماد العضوي، واي شيء او اي ماده عضويه قابله للتحلل وتغذيه النبات يعتبر سماد عضوي. اما السماد الكيميائي هو سماد انصنع بالمصانع، و مكونات هذا السماد غالبا بتكون مكونات معدنية، يعني مكونات غير حية أو مكونات غير عضوية. لهيك هذا السماد يعتبر من الأسمدة الدخيلة على التربية، أما الأسمدة العضوية تعتبر من الأسمدة اللي من أصل التربية، لأنك بتلاحظ على أنه هاي البقايا العضوية من بدء الخليقة بتلاقي أنه التربية فيها بقايا عضوية، أما السماد المعدني هو سماد جديد مدخل الإنسان صار يصنعه بالمصانع. طيب شو الفرق ما بين السمادين من ناحية المفعول؟ يعتبر السماد العضوي ذو مفعول بطيء لأنه هو مكون من مكونات عضوية، وهي المكونات ما رح تتحول للصورة المناسبة أو الملائمة لتغذية النبات حتى تقوم بعملية التحلل بواسطة البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الموجودة تحت سطح التربة. أما السماد الكيميائي فهو سماد مركز وسماد موجه، وما نبحاجة للكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والكائنات الأخرى لحتى يتحلل. هيك بتلاحظ على انه سرعة استجابة النبات للسماد الكيميائي بتكون سريعة جدا، فاذا كان عندك النبات مصاب بنقص الحديد مثلا وسمدت بشلات الحديد، فالنبات بيتحسن بعد حوالي 4 أيام أو أسبوع، أو ممكن يتحسن بنفس اليوم حسب نوع السماد. أما السماد العضوي ممكن أنه يأخذ عندك أشهر، وممكن أنه يأخذ عندك سنوات لحتى يتحلل إذا كانت البقايا صلبة وإذا كانت البقايا جافة. لهيك يعتبر السماد الكيميائي سريع الاستجابة مقارنة بالسماد العضوي. طيب شو هو الفرق ما بين السمادين على التأثير على الكائنات اللي حكينا عنها الموجودة بالتربة مثل البكتيريا؟ هلأ يعتبر السماد العضوي من أفضل الأسمدة اللي قادرة على أنه تحفز هاي الخلايا أو هاي الكائنات الحية الدقيقة على أنها تقوم بعملها، وهذا الشيء بيشجعها على النمو، وهذا الشيء بينعكس إيجابا على التربة، بتصير عندنا التربة مثالية جدا مع السنوات. يعني إذا نحن قمنا بعملية التسميد على مدار 10 سنوات مثلا، بعد 10 سنوات بنلاحظ على أنه التربة صارت رائعة جدا من ناحية البناء ومن ناحية المواصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة، فنحن هيك بنحافظ على ديمومة التربة للمستقبل. أما السماد المعدني أو السماد الكيميائي فبيأثر بشكل سلبي على هاي الكائنات الحية الدقيقة المفيدة بالتربة، ومع الوقت ممكن يؤدي إلى موت هاي الأحياء الدقيقة، وتصير التربة فقيرة جدا بهاي الكائنات المفيدة لها، وهذا الشيء مع الأيام بينعكس سلبا على التربة، والتربة بتصير غير قادرة على أنه تخلي النبات يعيش فيها، بالأخص النباتات اللي ما فيها تعيش بدون التعايش مع هاي الكائنات مثل الفصيلة البقولية والفول اللي تعتمد بغذائها على التعاون ما بين
الكائنات الحية الدقيقة مع الجذور والعقد اللي موجودة بالجذور لحتى تنتج الغذاء الخاص فيها. فلهيك بنلاحظ على أنه التراب اللي بتتسمد فقط سماد معدني أو سماد كيميائي تظهر عليه أعراض التسمم على النبات، وأيضا التربة بصير بناءها كتير سيء، والتربة بتصير تتحول لتربة رملية فقيرة بالمعادن، وحتى المعادن اللي رح نضيفها بهذا السماد الكيميائي رح تتثبت على غرويات التربة وما رح يستفيد منها النبات بالأصل. من ناحية التأثيرات الجانبية على النبات، فالسماد العضوي ما له أي مضاعفات جانبية على التربة ولا على النبات، لهيك فينا نسمد فيه بأي جرعة بتناسبنا ولكن ضمن المدى المعقول. ولكن في ملاحظة مهمة جدا بنكررها دائما على أنه السماد العضوي لازم يكون سماد متحلل أو سماد متخمر، فإذا كان السماد غير متخمر ممكن أنه يؤدي لموت النبات أو قتل النبات عن طريق الحرارة اللي بيخرجها، وأيضا ممكن أنه ينقلنا مسببات الأمراض وبذور الأعشاب اللي نحن بغنى عنها. لهيك لازم تقوم بعملية تخمير السماد جيدا قبل ما تضيفه للنبات، وطريقة تخمير السماد هي بهذا الفيديو حكينا عنها، رح أترك لك تحت بصندوق الوصف مشان تتعلم طريقة تخمير السماد قبل ما تستخدمه للنبات. أما السماد الكيميائي إذا أضفناه بجرعة زائدة أو بطريقة ما أنا مثالية، فهذا السماد رح يؤدي لتسمم النبات وأحيانا الموت السريع للنبات. وإذا ما مات النبات بتلاحظ على أنه النبات بيخسر أوراقه بشكل سريع وبتتحترق هاي الأوراق، وفي تلطخات بتصير على الساق وممكن أنه يتأذى الجذر. لهيك السماد الكيميائي قبل ما نستخدمه بيكون في جرعة ملائمة بيقلك إياها الصيدلاني الزراعي أو بيقلك إياها المختص لحتى تقوم بعملية الرش أو عملية التسميد بهاي الجرعة المناسبة، وما فيك لا تزيد ولا تقلل من هذا السماد. لهيك بيكون التسميد بالسماد الكيميائي بشكل حذر وبشكل مدروس جدا. أما من ناحية الرائحة، فالسماد العضوي بشكل عام يعتبر رائحته كريهة لأنه هو مكون من بقايا روث الحيوانات والمواد العضوية اللي بتتحلل وبتطالع هاي الرائحة الكريهة، وغالبا هاي الرائحة عبارة عن غاز الأمونيا سيء الرائحة. أما السماد الكيميائي فأهم ميزاته على أنه سماد ما له أي رائحة، ولهيك فينا نستخدمه بشكل مثالي لنباتات الزينة الداخلية اللي موجودة بالصالونات أو الحدائق الداخلية مثل اللي أنا عم صور فيها حاليا وما بيطلع منه أي رائحة. لهيك لا غنى عن استخدام السماد الكيميائي مع السماد العضوي. طيب بعد كل هالمعلومات شو بتنصحنا نقوم بعملية التسميد؟ بنصحكم أنكم تقوموا بعملية التسميد الأساسي بواسطة المواد العضوية أو المكونات العضوية، أما عملية التسميد الثانوي بيكون بواسطة المواد الكيميائية. كمثال عنا النباتات الداخلية اللي شايفينها بنقوم بعملية تسميدها بالسماد المتحلل قدر الإمكان، بيكون رائحته خفيفة جدا. هذا التسميد بيكون بفترات السكون النسبة اللي بتكون بفترة الشتاء وفترة الخريف، وكسماد مكمل لهم بمرحلة النمو أو مرحلة ازدهار النبات، يعني بصير يطالع أوراق وممكن يطالع أزهار. بنقوم بعملية التسميد بشكل تكميلي بالسماد الكيميائي اللي اسمه سماد NPK المتوازن عشرينات بالنسبة لهاي النباتات الداخلية اللي تكلمت عنه قبل المرة بهذا الفيديو، راح أترك لك تحت الفيديو فيك تشوفه بعد ما يخلص هذا الفيديو. مثل ما قلنا السماد الكيميائي بيكون عبارة عن سماد تكميلي مع السماد العضوي، ونفس الحكي بالنسبة للأشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية بشكل عام. نقوم بعملية التسميد كل فصل خريف بالسماد العضوي، بنقوم بعملية تنكيش التربة بعد التسميد وعملية التحويض بالنسبة للأشجار المثمرة مشان تستفيد هاي الشجرة من السماد العضوي على مدار سنوات، وأيضا هذا الشيء بيساهم بتحسين التربة وتحسين نمو الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة تحت سطح التربة. أما السماد الكيميائي ففينا نستخدمه بالحالات اللي بتطلب فيها سرعة الاستجابة، مثل إذا صار عندنا نقص حديد مثلا أو نقص نيتروجين ونحن بدنا نحل هاي المشكلة بشكل سريع، وبالأخص على نباتات الزينة اللي بتظهر هاي الأعراض عليها فجأة وبحاجة لعناية شديدة، فبنستخدم الأسمدة الكيميائية ولكن بشكل مدروس، وبنسأل المختص أو الصيدلان الزراعي قبل ما نشتري هاي الأسمدة، وأبدا ما بنحط هاي الأسمدة بشكل عشوائي ومن مشورة أحد ما هو خبير بهذا الوضع، لأنه ممكن يؤدي لموت النبات بشكل سريع. ما رح أطول عليكم أكثر من هيك بالفيديو، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات اللي تكلمنا فيها عن الفرق ما بين الأسمدة الكيميائية والعضوية وشو بنصحكم باستخدام السماد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس. اذكروا الله وصلوا على الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.